في مرات أفلام لما كنا نشوفها من خلال المهرجانات السينمائية العالمية والعربية، كنا دائما نحب أو نتمنى إنه هذا الفيلم يشاهده أكبر شريحة من الجمهور. اليوم حابة أحكي لكم عن فيلم إيطالي للمخرج باولو جينوفيز. هذا الفيلم من نوعية الأفلام اللي بنقدر نحكي فيها إنه الحوار هو بطل أساسي فيه. باختصار، فيلم غرباء تماماً بدور حول أصدقاء بقرروا يجتمعوا بعشاء بيجمعهم كلياتهم. هذا العشاء بيصير فيه 7 أشخاص، المفروض يكونوا 8 لأنه كلهم كانوا يترقبوا صديقة شخصية بيبي اللي موجودة بالفيلم واللي اسمها لوشيلا، اللي بتنكشف بعدين انه مش اسمها لوشيلا بعد ما تشوفوا احداث الفيلم. هذا اللقاء رح يسفر عنه محاولة كسر روتين الجلسة عن طريق ابتداع لعبة، انه شو رأيكم نحط موبايلاتنا على الطاولة واي مسج او اي رنين تليفون او اي تليفون بيجي راح يتم الرد عليه وكشفه امام الجميع. ستيف جوبز ما انا مرت بينبش زرا بيبو يا مامي مويه. موضوع الموبايل بالنسبه لهؤلاء هو الصندوق الاسود. فيلم بدخلك بالفعل بتفاصيل نفسيه لدرجه انه تدخل انت شخصيا كمشاهد داخل هذه اللعبة. الفيلم بتدور أحداثه داخل شقة، فعشان هيك حركة الكاميرا رح تكون كتير مهمة، إنك أنت صح ممكن يتم التركيز على مثلا زوجين عم بيحكوا مع بعض، لكن أنت بنفس الوقت عم بتشوف كافة العناصر المكملة للمشهد، سواء من ممثلين أو حتى من ديكور أو حتى من إضاءة وهمسات. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Tu tutta rifatta e io senza palle. لما تقرر مشاهدة الفيلم بتمنى انكم تركزوا على عناصر معينة رح تكون وبتسهل عليكم ربط الأحداث التي ستجري بعد وصول الأصدقاء الى المنزل المضيف. Veneta, mi sei troppo innamorato di mamma per capire quanto è stronza. Le ho trovato un pacchetto di preservativi nella borsa. Oddio, se capitasse a Rosa. وايضا في أغنية رنين هاتف شخصية كوزيمو راح تكون ايضا لها وقعها، هي أغنية I will survive. برضه ضروري انكم تركزوا عليه عشان تقدروا تربطوها بماذا سيحدث لاحقا. مشاهدة ممتعة، بتمنى انكم تشوفوا الفيلم وتستمتعوا فيه.